امير عادل، مساء الخير على حضرتك يا ناظر وعميد الاعلام رياضه مصر والوطن العربي افريقيا، مساء الخير على استاذ طارق قنديل الخلوق والمحترم وش السعد على الاهلي. سؤالي هو طلب، واتمنى انه يوصل صوتنا للاداره تخفيض اسعار تذاكر عشان نكون متواجدين الموسم كله ان شاء الله كان الاهلي. استنى بقى، تعالى لي بقى نلف كده تاني لانه ده مهم قوي يا استاذ طارق، انه رغم التذكره ب 100 جنيه امبارح لكن الجمهور كان موجود وكان عنده حسن الظن، بس هو ممكن يضحي في مباراه، مش ممكن يضحي في كل مباراه. انت عندك 17 مباراه دوري، وبعدين عندك ان شاء الله بعد كده 8 مباريات تاني، ادي 25 مباراه في الدوري العام ولا 26 مباراه في بطوله الدوري العام، وعندك بطولات كثيره. الناس ممكن تضحي في بعض المباريات، لكنه التذكره ب 100 جنيه غاليه وب 75 جنيه برضه غاليه. عملتوا حاجه جميله جدا السنه اللي فاتت، خفضتوا ل 50 جنيه، فالناس بدأت تحضر شوية. هل في نية السنة دي انه ممكن تقفوا بجوار جمهور النادي الاهلي في موضوع التذاكر؟ هقول لك حاجة، هو في تميز في النادي الاهلي برضو في حتة ان وجود لجنة للمباراة. ماشي. يعني دي حتة متميزة ان في لجنة مسؤولة عن المباريات للاعداد ليها وكده. التذكرة كانت اعلى من كده، اللي هي 100 جنيه بتاعت الماتش اللي فات، وتم تخفيضها انها وصلت ل 100 جنيه الدرجة الثالثة. تكلفة التذكرة ليها علاقة برضو بحاجات معينة متعلقة بالشركة اللي بيتم تعاملها، لكن طبعا يعني أنا واثق إن شاء الله إن دايما هيبقى يعني هيبقى في تطور في القصة دي، يعني بضم صوتي فعلا إن احنا إن شاء الله نعمل عليها نبقى أكبر قدر. طبعا جميل جدا جمهور النادي الأهلي، لا يزيد سعر التذكرة بأي حال على 50 جنيه، وحضور جمهور النادي الأهلي لا يوازيه بالظبط، وهم الحقيقة ما بيأثروش طبعا. لما تجيله مثلا في نهائي افريقيا، في قبل نهائي افريقيا، في ربع نهائي افريقيا، مش هقول لك لا، لكن مباراة في الدوري حقهم.